هبة شعبان وجولة في عناوين الصحافة. تفضلي هبة. شكرا عامر وتحية لضيفنا في الاستوديو. أهلا مشاهدينا، تحية لكم. أبرز عناوين الصحافة الصادرة هذا الصباح بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. من الوطن السوري نبدأ عناوين الصحف، وفيها عملية واسعة للجيش باتجاه مهين ووقف للنار بين وحدات الحماية وفتح حلب، الجيش يستعيد قريتين ويسيطر على معبر لداعش شمال حلب. مجلس الأمن يطلب من الأمين العام تنظيم مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة تبدأ مطلع كانون الثاني. بريطانيا وصفته بأنه خطوة عظيمة إلى الأمام لحل الأزمة. إيران، القرار 2254 يجب أن يعزز مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا. وفي الثورة السورية نقرأ، الجيش يقضي على مجموعة إرهابية قرب الضمير بالغوطة الشرقية، واللجان الشعبية تحبط هجوما إرهابيا على نبل والزهرة. استشهاد عدد من المواطنين باعتداء بقذائف صاروخية على مبنى سكني في جرمانة. احتفالات الميلاد بدمشق، سوريا الجريحة تبقى مبعث السلام للعالم. إلى الصحف العربية ونقرأ في الرأي الأردنية، مصرع 18 مهاجرا غرقا في بحر إيجا. تركيا، المباحثات متواصلة مع إسرائيل لتطبيع العلاقات. في الأهرام المصرية نقرأ، التقرير البريطاني بداية النهاية للإرهاب الإخواني. زعيم كردي يدعو للمقاومة الشعبية ويتهم الحكومة التركية بالتطهير العرقي. جاء في الدستور الأردنية، الاتحاد الأوروبي وتركيا يغلقان مجالهما الجوي أمام القاذفات الروسية. في الأنباء الكويتية نقرأ، سان برناردينو تعلن حالة الطوارئ وداعش يغلق مدارس ثانوية في فيرجينيا. تركيا تتهم العراق بتقويض محاربة داعش بنقل شكواه إلى مجلس الأمن. عناوين صحافة العدو الإسرائيلي، ومن صحيفة معاريف، إسرائيل تعرب عن ارتياحها وترحيبها باغتيال القنطار. كاتب إسرائيلي، البرغوثي هو الأوفر حظا لخلافة عباس. ومن صحيفة هآرتس، عمادة الجامعة المركزية في برشلونة UAB تعلن مقاطعتها لإسرائيل. ومن صحيفة دعوت أحرنوت نقرأ، الكونغرس الأمريكي يصادق على دعم إسرائيل بأكثر من 3 مليارات دولار. في القناة الثانية الإسرائيلية، وزير ليكودي سابق يهاجم حكومة نتنياهو وهرتسوغ يطالبه بالاستقالة. في القناة العاشرة الإسرائيلية، الوزير السابق حييم رامون يعلن عن تشكيل حركة سياسية جديدة هدفها منع تحول إسرائيل إلى ثنائية القومية. وفي موقع والا العبري، الجيش الإسرائيلي يقيم مركزا موحدا لاعتراض صواريخ حزب الله. بهذا نختم معكم مشاهدينا فقرتنا الأولى مع الصحف لهذا اليوم. عودة إلى عامر لاستكمال الحوار. شكرا هبة. سنعود إلى